السلام عليكم. يسعدني للغايه بزياره الجزائر شريكنا الاستراتيجي الوحيد في القارات الافريقيه، خاصه اعتقد ان هذه الزياره ذات معنى كبير لانها اول زياره رسميه للجزائر يقوم بها رئيس البرلمان دي جمهورية كوريا منذ 13 عاما. التقيت اليوم بسعادة الرئيس عبد المجيد تبون بحيث تبادلت معه الآراء حول قضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك سبل تدعيم العلاقات بين بلدينا والتعاون على الساحة الدولية أولا كنت بتقدير أنه منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1990 قامت كوريا والجزائر بتعزيز علاقات الأدية والتعاونية في مختلف المجالات وعلى وجه الخصوص قمت بتقدير أن التعاون بين البلدين قد توسع إلى ساحة الدولية حيث بدأ البلدان العمل معا كعدوين غير داعمين في مجلس الأمن في شهر يناير من هذا العام تعد الجزائر ثالث اكبر شريك تجاري لكوريا في افريقيا وقد وصل حجم التجاره بين البلدين الى اعلى مستويات على الاطلاق حتى خلال فتره جائحه كورونا وقمت بتقدير ان اصلاح البناء في الجزائر الجديده الذي يروج له رئيس تيبون يحقق نتائج ملحوظه وذكرت انني سعيد جدا بتعاون كوريا في هذه العمليه خاصه يعني في تطوير الصناعه التحويليه في الجزائر. واخيرا طلبت اهتمام الجزائر ودعمها لنزع السلاح النووي في كوريا الشماليه واحلال السلام وال. في شبه الجزيرة الكورية كما طلبت من الرئيس تيبون حضور القمة الكورية الافريقية المقرر عقدها في كوريا لأول مرة في شهر يونيو من هذا العام ونود أن نورب أن خالص شكرنا وامتناننا لرئيس عبد المجيد تيبون والمسؤولين الحكوميين في الجزائر على دعمهم السخي لزيارة وفدنا الناجحة إلى الجزائر. شكرا جزيلا.